عقدت المحكمة العسكرية في مدينة مارب الأربعاء جلسة لمحاكمة الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو، الذي أعلن طهران الشهر الماضي وصوله إلى صنعاء كسفير لها لدى ميليشيات الحوثي بتهمة الدخول متنكرا إلى الأراضي اليمنية بقصد التجسس والتخريب والاشتراك مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في إدارة العمليات العدائية ضد الجيش الوطني والشعب اليمني.